من هم أفضل نجوم الغنى في الوطن العربي لسنة 2021؟ طبيعي المنافسة الأقوى في جوائز ETV بالعربي أورد تكون بين نجوم الغنى في الوطن العربي، وحوالي 3 مليون صوت اختاروا الفائز عن فئة أفضل فنان فئة نجوم الغنى 2021، ويكون محمد حماي. وعن فئة أفضل فنانة من بين نجمات الغنى 2021 فحصدت الجائزة نانسي عجرم. وباين ان حماقي ونانسي مسيطرين على جوائز ETV بالعربي اووردز السنه، فعن فئه افضل البوم لسنه 2021 فاز يا فاتني لمحمد حماقي. يا ناس يا عمر ومالك امر. وكمان عن فئه افضل فيديو كليب فاز سلامات لنانسي عجرم بجائزه افضل فيديو كليب لسنه 2021. وفي الفئة الجديدة في ETV بالعربي أوردز كان الفائز عن فئة أفضل رابر 2021 إسماعيل طم. اسمعني وافهم، من وطني بيغرق كل يوم محاصر جواتي مخيم. والفئة اللي شهدت منافسة قوية كان فئة أفضل فنان أو فنانة من الرايزنج ستارز 2021، وفاز فيها بشار الجواد. وتعي تعي